الصورة شغلة كتير مهمة لكل هواة التصوير الفوتوغرافي. صار عندكم فرصة بأنه تحققوا أحلامكم أو أمنياتكم، أو يكون عندكم فرصة بأنكم تدخلوا بمسابقة لتحتل صورتكم المرتبة الأولى، خاصة إذا كان التام أو الموضوع هو الطبيعة بلبنان. حول هيدا الموضوع والمسابقة بيسعدنا نستقبل من شركة جرير المنظمة لهالمسابقة للسنة الثانية على التوالي المديرة التنفيذية ميسم الأحمدية. أهلا وسهلا فيك، يعطيكم العافية. ميسم، مسابقة التصوير لأجمل صورة بطبيعة لبنان هي للسنة الثانية، السنة عم تطلقوها، شو بتتضمن؟ كيفية الاشتراك؟ في شروط معينة؟ كاميرا بروفيسيونيل؟ أعمار معينة؟ مصورين محترفين ولا للهواة؟ هي هيدا الكومبيتيشن برعاية وزارة البيئة. أول شيء بحب نوه عن هيدا الموضوع، وهي مش لأي، لكل المواطنين يعني بشكل عام اللبنانية، منا لفئة معينة. وهي هيدا بتشجع مش بس للتصوير، بتشجع الهدف انه الناس يروحوا للبيئة بشكل عام وللبيئة بلبنان بشكل خاص. يعني نحن هلا شوي بظرف بالنسبة للبيئة، ظرف حرج. صح بالضبط. فهيدي الطريقه منه ندمج التكنولوجي بالبيئه، وبضلوا بنفس الوقت اي حدا في يشترك فيها للمسابقه، منا لفئه معينه من الناس. اهم شيء يكون اكيد فوق سن الرشد، لبناني ومقيم بلبنان. نعم، يعني فوق 18 سنه لبناني. نعم. وعايش بلبنان. نعم. فاذا الموضوع هو طبيعه لبنان والبيئه تحديدا. بالزبط. اوقات يمكن التشوهات البيئيه ممكن ناخذ منها صور بتكون هي تحفة فنية وفي مساج من وراها، صح؟ أكيد. هلا هيدا الكومبيتيشن هي للإيجابية أكثر من السلبية، يعني نحن عم نختار أجمل صورة لطبيعة لبنان. في لهيدا الكوز يعني عم بيساعدنا ثلاثة من لجنة الحكم، ثلاث آراء مختلفة. السنة عنا الفنان ستافرو جبرا، عنا الفنان التشكيلي برنارد رينو، وعنا النقيب السابق للمصورين المحترفين بلبنان الأستاذ جمال السعيد. نعم، يعني ثلاث أسماء عندهم خبرتهم. نعم. وحضورهم بهذا المجال، أكان من الفن التشكيلي والرسم إلى التصوير الفوتوغرافي والكاريكاتير، وطبعا النقيب بما يملك من خبرة بهذا المجال. ميسم، كيفية الاشتراك؟ يعني اليوم التقطت الصورة، في قياسات محددة؟ في مثل ما قلنا يمكن مقاييس أو معايير بتعتمدوها لانتقاء الصورة ودخولها بالمسابقة؟ أهم شيء الصورة تكون فقط عن الطبيعة بلبنان. الصورة بنعمل لها أبلود على الويب سايت www.jarir-co.com. من خلال هيدا الويب سايت في واحد يعمل يوزر نيم له، بينزل قد ما بده صور، ما في ليمت معين لعدد. مش بس صورة واحدة، قد ما بده الصور بنقي، وكلهم بيدخلوا بالمنافسة. الكل بيدخل بالمنافسة. من خلال هودي الصور بنقي توب 50، بيرجع بنقي أفضل 10 صور، ومن بعدها بنقي الصور الرابحة. بلش يعني التنافس من 15 آب، مستمر ل 15 أيلول آخر مهلة. نعم. للدخول هالموقع وتحميل الصور اللي التقطوها عن طبيعة لبنان والبيئة. أعلن النتائج كيف بتم؟ هلا نحن عنا شهر بس لمهلة للناس يقدموا صورهم. بآخر أيلول انقررت في احتفال كتير كبير مثل ما صار سنة الماضي، من خلاله بيتوزعوا النتائج و يعني نعم، ويعلن أسماء الرابحين. خلينا نشوف بهالصور عن احتفال السنة الماضية، وأيضا الصور اللي وصلوا للتوب 3 واحتلت الصورة منهم المرتبة الأولى. هون عم نشوف من حفل توزيع الجوائز التروفيز، هودي اللي تقدموا على كل اللي ساعدونا. أكيد هيدي الرابحة سنة الماضي عم تستلم الجائزة من المهندسة لينا يموت، ممثلة وزير البيئة. نعم. شو كان الموضوع السنة الماضية ميسم؟ نفس الموضوع كمان على طول، يعني اهتمامكم بالبيئة. بالضبط. نعم. فإذا هون من حفل إعلان النتائج وتسليم. نعم. الدروع التكريمية. هون اللوكيشن اللي صار. نعم. في الاحتفال تحس كله كمان معلق بالبيئة. نعم. والطبيعة. تقريبا كم صورة السنة الماضية حملوها المواطنين على الموقع اللي ذكرتيه لدخلت بالمنافسة، اللي تم اختيار 15، من بعدها 10، من بعدها 5، من بعدها يعني كان عندنا تقريبا أكثر من 500 مشترك، كان عندنا أكثر من 2000 صورة. يعني بعدنا لحد هلا محتفظين فيهم الصور، وكمان شيء كثير حلو إنه هالقد صار في اهتمام
من هيدي الناحية كالعالم حبوا كتير يشاركوا يعني ويشاركوا صورهم بهيدي المسابقة. الصور هيدي الصورة المرتبة الأولى سنة الماضية. هيدي هي الصورة تكتت بأرز شوفنا. نعم حلو كتير يعني. أوه هيدي الصورة هيدي رقم اثنين طلعت الثانية. بأي منطقة هيدي الصورة؟ هيدي عميق. شو عنا مناظر حلوة لبنان كتير حلوة وقديه يعني الصور بتظهرها بشكل كتير حلو. نعم وهون بالبقعة. مبروك لكل الأشخاص هواة. في منهم هواة في منهم محترفين بس بالإجمال بتلاقي بأيامنا هلأ الكل صار عنده هيدي صحيح النزعة أنه بحب يصور خاصة يعني بتطور تكنولوجي اليوم يعني بكل الموبايلز في هيدي الأوبشنز وعم تتطور الجيجايات كمان بالنسبة للتصوير فواحد بيقدر بتليفونه يلتقط صورة ويشتغلها وإنستغرام وكل هيدي المواضيع ليعطيها حقها. هلا نحن بنحاول قد ما فينا الصوره تكون بيور او طبيعيه يعني ما داخلها فوتوشوب او هالقصص. نعم. بس اذا كان داخلها شيء بسيط يعني ما رح نعلق على الموضوع. نعم. بالنهاية القرار بيرجع للجنه الحكم. طبعا يعني بيقدروا اصدقاء هالاشخاص المشتركين يدعمون على الفيسبوك. نرجع نذكر كمان بالموقع ميسم للاشخاص اللي عندهم هالموهبه او هوايه التصوير يقدروا يلتقطوا الصور الحلوه ويحملوها على www.jarir-co.com أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك كمان Green Your Screen. من خلالها كمان فينا في يعني ستبس بيقولوا لك كيف يشترك بالمسابقة وبيقدروا كمان يتابعوا يعني مراحل التصفيات على هالمواقع. أكيد أكيد بيتابعوا كم مشترك صار كم صورة صار منزل وأكيد الأبديتس كلهم أمتين الاحتفال. إذا تمددت مهلة التصويت ولا لا كله هيدا بيكون عم يتابعون يعني من خلال. نعم. الويب سايت. نعم. بالنسبة لدعم وزارة البيئة قلتي لي حضرتك ميسم الأحمدية إنه هالمهرجان للسنة الثانية أو المسابقة تحت رعاية وزارة. نعم. البيئة. هل في مشروع لاستخدام هالصور اللي دخلت بالمسابقة وربحت مرتبة أولى ثانية ثالثة مثل ما شفناهن مع المشاهدين للتسويق أيضا لبيئة لبنان للطبيعة يعني بيصلحوا لكارت بوستال يسوقوا للبنان وطبيعة لبنان؟ أكيد من خلال هالصور فينا نعمل كتير خطوات يعني جاية وإيجابية إن كان للبنان ولا لبيئته. نبقى نقول إن شاء الله خير يعني إن شاء الله كل شيء في خير لمصلحة لبنان ولشعب لبنان إنه يكون بالمرتبة الأولى. إن شاء الله إن شاء الله. قد إيه بتتوقعوا السنة يكون في إقبال ومشاركة؟ قد إيه يعني هيك توقعاتكم بالنسبة لأرقام الصور اللي رح توصل لعندكم؟ صراحة نحن السنة الماضية تفاجأنا بقد إيه في ناس مهتمين بهذه المسابقة. تفاجأنا من ناحية الناس اللي اشتركوا ومن ناحية الناس اللي اهتموا كاهتمام رعاية ويعني وقفوا حدنا بالمسابقة. السنة كانوا الناس هن اللي عم بيشجعونا صراحة يعني أكثر من حدا يسألنا إنه أمتين حتبلشوا Green Your Screen 2 هيك فبتحس العالم هن مشجعين. نعم. وقت يكونوا العالم مشجعين بيشجعوك أنت تشتغل دبل يعني. أكيد بيبقى نعرف شغلة يعني الربح الأول إضافة إلى تروفي في جوائز معينة بانتظار المشتركين ولا؟ أكيد سنة الماضية كانوا توزعوا للجوائز ثلاثة أول جائزة والثانية والثالثة كاميرات كانون بمبلغ بقيمة مبلغ معين وأكيد مع الثلاثة في عنا أرزة باسمهم بمحمية أرز الشوف. حلو كتير. السنة أكيد الجوائز بعد ما وصلنا لقرار نهائي بس نقلرد مثل سنة الماضية وأكثر. حلو كتير. فإذا لكل الأشخاص فيكن تستفيدوا من هيدي الفرصة وتشاركوا بهيدي المسابقة آخر مهلة لتحميل صوركن على مواقع الخاصة بجرير 15 أيلول. صح. وبنهاية أيلول إعلان النتائج. ثلاث أشخاص أسماء يعني عندهم صيتهم بهالمجال هن رح يكونوا لجنة الحكم اللي رح يختاروا ويقيموا ليعطوا الأفضلية لثلاث صور من بين كل الصور اللي رح توصل لعندكم. كلمة أخيرة شو بتقولي ميسم الأحمدية لكل اللي عم بيتابعونا بهالوقت؟ أنا بحب أطلب من كل المهتمين بهذه المسابقة يشركوا قد ما فيهم يقدموا صورهم. الصور هودي يعني لقلهم قبل ما يكونوا للمسابقة
واي شيء في دعم للبيئه بلبنان نحن بنوقف حده. بحب اشكرك لك. ثانك يو. اهلا وسهلا فيك. شكرا لحضورك ميسم الاحمديه المديره التنفيذيه بشركه جرير وموفقين بهالمسابقه. مشاهدينا قبل ما نروح الى فاصل اعلاني بذكركم انه بكره 18 اب 2013 صديقي المشاهد فيك تكون مغوار لنهار، ولكل الاشخاص اللي رح يمشوا جنبا الى جنب مع مغاوير لبنان طبعا برعايه قائد الجيش العماد جان قهوجي، هالايفنت السنوي اللي عم ينطروا الناس من سنه لسنه انطلاقا من سكنه اللؤلؤ الى سكنه الارز بشري، مارش عم بيكون حلو كثير مقسم الى ثلاث اقسام، واكيد كل سنه بنتفاجئ بالارقام القياسيه اللي بتسجل بعبور هالمسافه بين هالمنطقتين، كمان موبايلاتكم معكم فيكم بهيدا الوقت تستفيدوا تاخذوا الصور الحلوه كثير، لان انا من سنتين شاركته بالفعل، يعني لما بتصيروا بهالقمم العاليه بتشوفوا جمال طبيعه لبنان، بتشوفوا الجبال والوديان وبرك المياه، الاشجار، طبيعه رائعه جدا، بتمنى لكم التوفيق بهيدا نهار بكره، اما لكل الاشخاص اللي عم بيحضروا حالهم الليله لسهرات مميزه جدا، طبعا انجلبرت بالبترون ضمن مهرجانات البترون الدوليه لصيف 2013 بحفل من المتوقع انه يكون رائع جدا نظرا لاقبال كثير كبير على شباك التذاكر بمدينه البترون، ايضا باهدينيات الليله حنين اسون كيبانو رح بيكونوا كمان موجودين ليحيوا حفلات مميزه جدا بالاضافه لعده حفلات مواعيد مع اسماء فنانين بتحبوهم بتحبوا اغنياتهم اكان من لبنان او من العالم العربي او من العالم الغربي، عم بيكونوا متواجدين بكل مناطقنا اللبنانيه حتى نخلي هيدا الصيف يكون صيف حلو كثير بيلبق للبنان وللبنانيين المقيمين والمغتربين. خلينا نروح نحن وياكم الى فاصل اعلاني، من بعدها بنرجع لنتابع فقرات يوم جديد.